بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا، وهو شرب المية والأعراض اللي بتحصل لجسم الإنسان لما بيقل فيها المية، وهنعرف الكمية المناسبة لكل فرد يشرب احتياجه قد إيه في جسم الإنسان. أول حاجة هنتكلم بس عن الأعراض بسرعة علشان أقول لكم إزاي اللي بيحصل لجسم الإنسان لو الواحد ما شربش فعلا الكمية المناسبة ليه. أول حاجة بيحصل شحوب في الوجه وانعدام في الحيوية. أنا يمكن اتكلمت قبل كده كتير جدا على في حلقات سابقة، لو ترجعوا ليها، عن شرب المية وعن إزاي إن الإنسان فعلا بيتأثر بعدم شرب المية، وبيحصل فعلا شحوب في الوجه غير طبيعي جدا بسبب نقصان المياه في الجسم، وبيحصل جفاف في الجلد وظهور بعض التجاعيد وبقع في الوجه. فبيحصل حاجات كثيرة جدا بسبب نقصان المياه في الجسم. بيحصل كمان يعني بيزود مستوى التوتر والانفعال، دي برضو ناتج عن قلة المية. وبيحصل أحيانا صداع ودوخة، والإنسان بيقول ما بيبقاش عارف الدوخة دي جات له منين أو الصداع ده جاي له منين، وهو أصلا يعني لو راح شرب يعني شربة ماء هتبص تلاقي الصداع راح. ممكن يكون ساعتها كان بيحصل فيه نقصان في المياه، فبالتالي بيديك شعور بالصداع والدوخة. كمان التوتر والانفعال برضو بيخلي برضو يكون من قلة المية، بيحصل الواحد بينفعل بسرعة، بيتوتر بسرعة، بيحصل فيه مشدات غالبا. فتبص تلاقي ده كل ده ناتج عن قلة المية في الجسم. طبعا بيحصل كمان ضعف في التركيز، ما بيبقاش الواحد مركز، يعني التركيز بيقل ساعتها من قلة المية، لأن احنا عارفين طبعا إن المخ بيتغذى حوالي 80% من المية. فأنت طبعا لو الواحد ما بياخدش الكمية المناسبة للمية فيه، طبعا بيقل التركيز، بيقل الذاكرة، بيقل فيه الشعور بالإدراك نفسه. طبعا كل ده احنا في غنى عنه لو احنا قدرنا ناخد الكمية المناسبة لشرب المياه. بيحصل كمان آلام في المفاصل أحيانا، وخصوصا الناس اللي هي بتعدي سن 30 والأربعين والخمسين، فدول برضو احتياجهم للمية بيكون شديد، لأن طبعا في الوقت دوت هم بيقل عندهم الكولاجين الطبيعي، فالمية دي بتعوضهم، يعني عنصر أكبر عندهم المية دي بتعوضهم عن الكولاجين الطبيعي. فطبعا بيقل عندهم يعني بيحصل تيبس في المفاصل، بيحصل خشونة في الغضاريف، كل دوت احنا في غنى عنه لو احنا اخذنا المية بالكميات المناسبة لجسم الانسان. طبعا بيحصل كمان زيادة لتجمع الدهون تحت الجلد، بيبدأ يحصل وزنه يزيد، يحصل كل ده بسبب برضو قلة المية. ضعف الدورة الدموية وبرودة الأطراف تلاقي بس الناس الأطراف بتاعتها ساقعة جدا، ما هو مش عارفة السبب، وهو ده ممكن يكون أصلا سببه قلة المية، يعني بيحصل برودة في الأطراف. عصر الهضم طبعا دي يعني على حاجات على رأسها، عصر الهضم بالذات والانتفاخات وعدم الانتفاع من الطعام. بيحصل ضعف كمان في وظائف الكلى وقلة حجم البول، وبيحصل ارتفاع قابلية الإصابة بالحصوات، يعني الحصوات دي برضو من أخطر ما يكون بسبب برضو قلة المية. بيحصل طبعا بيبقى فيه كمان بول مركز شديد السفرة نتيجة كثرة الرواسب والأملاح، برضو ده بيبقى بيتعرض ليه الإنسان أحيانا من قلة المية. فساد في رائحة النفس برضو، يعني بيعتبر برضو في رائحة النفس ممكن تكون كريهة بسبب قلة المية. شوف كل الحاجات دي، يعني المية لو قلت في جسم الإنسان بيحصل فيه حاجات كتيرة جدا. تلاقي برضو الإصابة في المتكررة باستمرار في نزلات البرد، وإحنا طبعا بنقول بقى ده الجو ومش الجو، ونقعد نتهم في حاجات تانية وهي ممكن تكون أصلا من قلة شرب المية. يعني الواحد يحصل له تكرار في عملية نزلات البرد بسبب قلة المية. ناخد بالنا يا جماعة. برضو في كمان
التراجع في مقلة العين، يعني بص تلاقي العين رجعت لورا بسبب قلة المية. شوف كل الحاجات دي، يعني جفاف في الجسم وجفاف في البشرة وجفاف في العين وجفاف في الأطراف بتاعة الصوابع، ويحصل فيه ضعف وعسر هضم وانتفاخات وشعور بالصداع وألم المفاصل، كل ده بسبب قلة المية. يعني طيب أنا هقول لكم على طريقة سهلة جدا إن إزاي الواحد يعرف هو محتاج قد إيه في اليوم من المية. هي طريقة سهلة جدا وبسيطة. أول حاجة إنك ممكن تعرف إن الكمية المناسبة لجسمك، اضرب وزنك في 30، يعني شوف وزنك قد إيه واضربه في 30 واقسم الناتج على 250، هتحصل ساعتها على عدد الأكواب المطلوبة ليك يوميا. يعني بالفرض هديكم مثال، لو واحد حد وزنه 30 مثلا وقسم 30 و قصدي لو حد وزنه 50 مثلا هيضربها في 30 هيطلع الناتج 1500، تقسمهم على ال 250 يطلع 6. فالستة ده انت احتياجك 6 كوبايات في اليوم، لو انت وزنك 50 كيلو يبقى انت محتاج 6 كوبايات، وعلى هذا الاساس بتعرف انت قد ايه محتاج ميه. ومش لازم تاخدهم دفعة واحدة، يعني مش هتصحى تاخد ال6 كوبايات، لا انت بتوزعهم على مدار اليوم. وده ما فيهوش اي حاجة، يعني كل شوية ممكن ناخد نص كوباية، ايه المشكلة؟ ما فيهاش اي حاجة، عشان ما يحصلش جفاف للجسم، ما يحصلناش امراض على المدى البعيد، ما يحصلش فيه حصى في الكلى، في الكلام ده كله احنا في غنى عنه. يعني وطبعا لينا اسوة حسنة في رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال لنا نشرب المية، وازاي نشرب المية واحنا جالسين، ودي نقطة مهمة جدا. يعني المفروض اي حد يا جماعة يشرب وهو جالس للأهمية طبعا، لأن بيحصل ترسبات في الكلى، فأنت لو شربت وانت واقف بيحصل الترسبات كلها بتنتقل إلى الكلى. لكن لو الواحد قعد ويشرب المية ما بيحصلش التراكمات ديت، وبيبقى فيه صحة وعافية بإذن الله. دي كانت لمحة بسيطة جدا عن شرب المياه، ويا رب إن شاء الله تكونوا بصحة وعافية، وأتمنى لكم التوفيق. واظبوا على المياه حوالي يعني 6 كوبايات في اليوم، مش ما فيهاش مشكلة جدا، يعني لو الواحد واظب على 6 كوبايات يوزعهم على مدار اليوم. وأشكركم وإلى اللقاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كان معكم نجلاء زيد.